السلام الله عليكم وأهلا وسهلا بكم أعزائي أعزائي متتبعي ومتتبعات قناة تيلي ماروك في كل مكان في حلقة جديدة من برنامجكم جلسة رياضية. جلسة رياضية كما عودناكم موعد للحوار والنقاش والسجال في مجموعة من المواضيع التي تشغل بالنا نحن معشر الرياضيين كالعادة. ثلاث محاور وضيفان. في المحور الأول سنتوقف عند الطلاق، الطلاق أو الانفصال بين كارتيرون وإدارة الرجاء. في المحطة الثانية سنتوقف عند مخلفات الفار، تقنية الفيديو، ونختم بتدوين مثير للجدل الطاس عند المناضل اليوسفي. لمناقشة هذه المحاور يحضر معي في بلاتو تيلي ماروك ضيفان لهما صلة وارتباط بهذه المحاور. باسمكم جميعا كنشكرهم على تلبية دعوة البرنامج. مرحبا بك سي منير. منير اللي معروف في الأوساط الرياضية بمتتبع للشأن الجديدي، صحفي ومحلل رياضي، مرحبا بك. شكرا سي حسن على الاستضافة، ونتمنى وانا والسنوردين اننا نكون خفاف على مشاهدة ومشاهدي بلسان رياضي. طيب معنا المحلل التحكيمي نور الدين طلال، مرحبا بك سي نور الدين، المندوب الجامعي ايضا. شكرا سي حسن على الاستضافة وتحية رياضية لكل المشاهدين الكرام، وكنرحب بسي منير معنا في هذه الحلقة ديال اليوم. طيب البداية بالحدث، حدث انفصال الرجاء عن مدربها كارتيرون، انفصال بعد خسارة في برشيد أمام اللاعب السابق للرجاء سعيد صديق. طيب قبل ما نبداو النقاش نمشيو جميع مع زميلنا محمد خير نشوفوا تقرير في الموضوع ثم نواصل الحديث. كانت مباراة برشيد أمام اليوسفية بمثابة المسمار الأخير في نعش المدرب باتريس كارتيرون بعد أن تعرض لسيل من الانتقادات الناتجة عن حالة التسيب التي يعرفها الفريق وغياب روح جماعية تعيد للرجاء صورته البهية. تعالت أصوات مطالبة بتغيير قائد الغرفة التقنية وتبين أن الخيوط التي ظلت تمسكه قد تلاشت. بعد العودة من المباراة الأخيرة بدأ الحديث عن الانفصال وتبين أن الشرط الجزائي يقف حائلا في وجه طلاق بأقل المواجع. ورغم أن الرجل قام بعمل جيد أواخر الموسم الماضي إلا أن بداية هذا الموسم كانت مبعث قلق لدى الرجاويين، إقصاء مبكر من كأس العرش وأداء باهت فيما تبقى من المباريات. جمال السلامي ابن الدار تسلم مفاتيح التدريب وقرر الاستعانة بمعد بدني جديد ومساعدا له يعرف تفاصيل الرجاء. التغيير الذي لامس الإدارة التقنية أحيط بكثير من التكتم من الجانب الرسمي، حيث اكتفى بلاغ المكتب المسير بإدراج خبر مقتضب تحدث فيه عن فسخ العقد الرابط بين النادي والمدرب في إطار حبي وتوافقي، وتوجيه الشكر للمدرب باتريس كارتيرون على ما قدمه من خدمات للفريق. سي طلال، هذا الانفصال وإقالة نقولها بصريح العبارة، هل كانت منتظرة؟ ومع النتائج اللي حصلها فريق الرجاء البيضاوي مؤخرا، حتى الإقناع بالنسبة للجمهور وبالنسبة للمتتبعين وبالنسبة للرجاويين ما بقاش هو الإقناع اللي كان، فكان منتظر على أنه ماشي من يعني حتى لهذه المقابلة عاد كان غادي يتقال قبل، وهذه المقابلة كانت هي النقطة التي أفاضت الكأس، وكان على ما سمعنا أنه كان اتفاق بالتراضي وانفصلوا على المدرب لأنه النتائج ما سعفتوش مؤخرا. لأن تكلمت عن التراضي، بلغ الرجاء يتحدث عن التراضي ويشكر المدرب على ما قدمه لهذا النادي، كنشكره على ما قدمه النادي من خدمات جليلة وأقيله. شوف واحد دبلوماسية ولا باقة والمسطرة القانونية. إذا كان قدم خدمات جليلة للنادي لا داعي للانفصال. على كل حال كتبقى هذه لقاء معروف وفرق معروف يعني داخلة في هذا النطاق، كما عطفنا لما قال سنور ديال أنه كانت منتظرة خصوصا من الديربي العربي مع الوداد قضية متولي وإلى آخره، ثم الخارجة الإعلامية اللي دار في الزمامرة ديال قحم فريق الوداد في النقاش، يعني كان يعتبر خطأ مهني جسيم. يمكن جات الفرصة المواتية للمكتب ديال الرجاء أنه
يقيلوا. كنا قلنا في هذا البلاطو قلنا هذا التصريح سيكلفه الكثير تماما. هو يعني ومن سوء حظ كارتير ومن حسن حظ مكتب الرجاء انه الهزيمه ديال 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 الرجاء امام يوسف تبرشيد علما ان اللي سعيد الصديقي هو اللي كانت على فوهه بركان اللي هو ابن الرجاء ولكن فلت من هذا من هذا من هذه المقصله ديال التراضي وديال انفصال التراضي مع انه كيقوم عمل كبير داخل اليوسفيه مصالح سعيد الصديقي. دونك بالنسبه لي الكارتير القناه ديالو كانت في الوقت المناسب على اعتبار انه يعني بحال القناه ديال التواصل والحبل ديال التواصل بينه وبين اللاعب ما بقاش هذاك. وانا شفتو في المباراه ديال الزمامره يعني رابح وجاي ندوى الصحفي بواحد النبره ديال الغضب وواحد التناقض في الكلام ديالو مع انه رابح يعني ثلاثه نقاط يعني ضمنها. بالتالي بحال اللي واحد الوقت كنشك كنقول ربما انه كيقلب على السبه باش كنحسيت بحال اللي ولا كيقلب مادام انه قام واحد الفريق اللي عنده كنقول الغريمين التقليديه الرجاء والوداد يعني ما دخلش فريق اخر كانت كيف حتى في استعمال اسم الوداد البيضاء في التصريح ديالو كانت كيتي باش يعني يخرج من من من, من المهمه اللي عنده اللي هي مهمه تدريب فريق الرجاء عوده ابني الدار السفري وسلامي. ثاني تجربه لهذا الثنائي هذا مع انه ممكن داروا واحد التجربه مع فريق الدفاع الحسني اللي ما كانتش تجربه موفقه. التجربه الاولى ديالهم سلامي داز في محطات كثير مع الدفاع ولكن اول تجربه لهذا الثنائي كانت مع فريق الدفاع الحسني جدي ولكن ما تكلاش بالنجاح. نتمنوا صديقين على ان ابني الدار اللي عارفينه بجوج ديال ميليو تيرا حسن ديفونسيف بجوج نفس البوست يعني بجوج كيتكلموا لغه واحده وبالتالي نتمنوا على انهم يعطوا الاضافه المرجوه لفريق الرجاء. يقال سي عبد الطيب بان المفاوضات مع جمال السلامي كانت قبل المباراه ديال الزمامره. وهادو دي ريمور اللي كانوا كيتقالوا ولكن الا كانت حيت شوف لان انا اللي تعرف ان الفرق ماشي غير الفرق الكبرى جميع الفرق المدربين هما مرتبطين بالنتائج فملي كتكون العطره الاولى او تابعه عطره اخرى فكيبدا التامر على المدرب وكيقلبوا له على السبه. فهاد القضيه ديال كانت مسبقا على انهم غادي يجيبوا السلامي واسمو سمعنا هذا الكلام ولكن ما عرفش انا هو الصحيح ولا ماشي صحيح. اللي كاين هو ان ابناء الدار رجعوا للرجاء سي كارتيرو مشى في حالته الان الرجاء تقدر صفحه اخرى ومرحله اخرى. واش غادي تروح حسن واش غادي يتمتعوا بنفس الكارت بلونش اللي كانت عند كارتيرو هذا الثنائي اللي هما جمال السلامي والسفريده؟ هو سؤال مطروح. واش كارت بلونش كيعطيها لك الراتب قد ما كان الراتب دسم كتكون كارت بلونش بصح. هادي اللي عندهم رواتب قليله راه ما عندهمش كارت بلونش. انا السؤال اللي بغا نرد كان واحد السؤال منير واش جمال السلامي لا ينطبق عليه ولا يسري عليه قانون الفرصه الوحيده؟ درب المنتخب المحلي درب المنتخب كان مع المنتخب ديال الفئات العمريه في هذا الموسم وهو درب الرجاء هما جوج. من الصدف الغريبه يعني جمال السلامي اللي البلاغ ديال الجامعه قبل اسبوع كينهي الخدمات ديالو مع المدير التقني جديد اوشن يعني كيتكلم على انه باغي يخدم مع طاقم جديد. تكلم سمعنا انه واحد القيت قريب جدا من اتحاد طنجه يعني يمكن في لوطورو تقيلا ان الامور تسوات في محطه من محطات الاداء يمكن وقيلا قلب الدوره ورجع للرجاء البيضاوي. نتمنوا ان جمال السلامي مازال ما شفناش ناجح كثير في البطوله الوطنيه. يمكن التجربه ديال الدفاع الحسني تكادير الفتح ولكن على مستوى الالقاب مازال ما عندوش لقب والرجاء فريق ديال الالقاب. يمكن في التجربه ديالو مع جديده ومع الحسني ومع الفتح ما كانش مكلل بالنجاح. طيب غادي نمشيو الان للمحطه الثانيه في جليسه الرياضيه. في المحطه التاليه سنتوقف عند تقنيه الفيديو تقنيه الفار. هل كان الفار في اول اختبار ناجحا أم أنه أثار زوبعة من النقاش؟ غادي نمشي عندك نور الدين تقييم ديالك الفار في أول تجربة في المغرب كيفاش كان؟ وبكل صراحة هذه أول تجربة في مباراة جوج المباريات رسمية فأنا ما يمكن لي نقول إلا كان الفار ناجح لأنه كانت مجموعة من الحالات اللي رصدها الفار وكانت تجاوزت الحكام ديال الوسط ورصدها الفار وكانت في صالح بعض الفرق. ولكن مادام انها التجربة الأولى فما يمكن لي نقول إلا أن الفار كان أدى الدور ديالو لأنه هذه البداية
والبدايه دائما كتكون صعيبه شويه وكيكون فيها بعض الاختلالات، ولكن على ما شاهدنا ما كانش اختلالات ما كان والو، ان الحكام اللي تدربوا على الطريقه ديال الفار وعلى الاليات ديالو كانوا في المستوى، كتبقى الحالات التحكيميه داك الشكل اخر. انا نقدر نختلف مع نور الدين شويه، لان هذا الفار انا بان لي بحال لعفه بعض الحكام من المسؤوليه، اللي انا كنشوفوا ضربه جزاء ديال الطاس، حكم الشرط اللي هو اللي خصو يعلن على الكره واش خرجات ولا ما خرجاتش بقى كيشوف. لفنا ثاني في المباراه ديال الحسنيه تكادير، لو ان هذاك الحكم خلى هذاك الهدف خلى لافونتاج والبيت تماركا ديال 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 الحسنيه، ما كانش غادي يمشي لهذا الجدال ديال الطرد ديال الحارس. اذا الفار صحيح عطى تشويق شويه، ولينا كاين تشويق اخر بحال واحد شويه ديال البهارات في المباراه، ولكنه خلانا نكتشفوا بعض عيوب الحكام، اليس كذلك؟ انا اتفق معك سي حسن في هذه المساله، بانه ما غاديش نقول الفار رسب في اول اختبار، ولكن لم يكن موفقا بذاك الشكل اللي كان منتظرا، اعتبار انه الى خذينا المباراه ديال مثلا الاتحاد البيضاء والدفاع الحسن الجديدي، حكم دوري من قيمه سمير القزاز كيمشي للقاء الفار ربعة المرات، زائد انه تلقى تعليمات عن طريق الكتف في احتساب الهدف يخي خصها مسد المرات دون الحاجه الى الرؤيه. في الاخر دوا معاه قالوا لي بلا ما تبقى تجي حيت جا بزاف يعني عفوا من هذاك المهم، وهذاك اللي اثارت استغراب، وبالتالي كتبان لي على انه كيف قال سي نور الدين التجربه الاولى، انا اعتقادي الشخصي كان ممكن يتجرب في البطوله، لان المباراه ديال البطوله قابله للتعويض، هذا رايي خاص، لان حتى لا الحكمين لا سي عبد العزيز مسلك ولا سمير القزاز، بغض النظر على القرارات واش صائبه ولا صائبه، في التعامل ديالهم مع هذه التقنيه الجديده باش يبعد عليه اللعابه وياخذ القرار، باقي ما وقفوش على هذه المساله هذه، وبالتالي كان رايي خاص انه كان ممكن يجربها في البطوله، مازال في البدايه مازال ما كاينش حسابات النزول وهذا، كان ممكن يجرب على اساس عدم من بعد نديروا. شفنا الحكم انا بان لي في المباراه ديال الدفاع والطاس هو الفار ماشي هو سمير القزاز، لان القزاز مشى غير مره للفار، وبالتالي ولينا كنشوفوا ان الحكم غائب في قرارات، مع انه دوز مباريات كبيره بلا الفار كان عنده قرارات صائبه، وبالتالي هو راه فار كون. واش ما كنتش بغيت نسولك على القضيه ديال الاحتساب الهدف ديال الطاس دون الرجوع للفار، كانت غير اشاره كانت مكالمه عن طريق التواصل بيناتهم، ف يعني ربما كما قال سيمونير انه مشى بزاف د المرات لسمو، ف الغرفه ديال المراقبه او ديال المراجعه شافوا ان الحاله فيها الهدف وان الكره داخله فايت الخط ديال المرمى، الكره تجاوزت خط المرمى كلها، فقالوا له راه الهدف كاين وقرر الفار، هو كون مشى كان غادي يحيد عليه مجموعه ديال التاويلات، ولكن هو الهدف مشروع، غرفه الفار غرفه المراجعه هي اللي خبرته بالهدف، عطاه الكزاز ربما المشيان ديالو اربعه المرات او خمسه لسمو، ففي الاخير خاد تعليمات من عند القسم يعني غرفه المراجعه، واعلن على مشروعيه الهدف، رغم ان الهدف هو كان مشروع، ولكن كان هو كان يمشي يشوف ويرجع ما غادي يخسر والو. ولكن الحكم حكم مساعد، اين الدور ديالو سي نور الدين؟ مع انه عنده مهمه وحيده اثناء تنفيذ ضربه الجزاء هو مراقبه الخط ديال المرمى. انا متفق معك، انا غير هنا نقول لك انا الحكم المساعد ملي كيكون القائم ديال المرمى ربما هو كيكون واقف نقدر ما نشوفهاش. انا كحكم شرط كحكم مساعد نقدر ما نشوفهاش، لانه الخط ديال المرمى هو مقابل مع القائم ديال المرمى، يمكن تجاوزاته حتى هو، ولكن ملي كترجع للفار وكترجع للاعاده تتبان الكره والسرعه ديال الكره، السرعه ديال القذفه اللي ضربت في العمود الافقي ونزلت، يعني في الاول ولا حتى واحد ما عرف واش داخله ولا ما داخلش حتى واحد، ولكن مع الاعاده واسمو تبين على انها داخله، وكان الفار في صالح الاتحاد البيضاوي. ولكن بالمقابل يعني الدفاع الحسن يعني نقدر نقول انه ظلم الى غايه دقيقه 89، كان ما كناش غنسمعوا هذا اللقط وهذا الجدال ديال من انصف من طرف الفار ومن ظلم من طرف الفار، لو ان الحكم زياد الطاس قال لك الفار لا عمره دار دايرين في عنوان كبير لا عمره دار، وزكي قال لك هو نعمه للطاس ونقمه للدفاع الحسني الجديدي يعني تختلف التعليقات، ولكن الافراح حتى تختلف، فريق اليوم فريق الدفاع الحسني الجديدي مازال المعنويات ديالو تحت الصفر، صدمه كبيره بالنسبه لهم لانه ما كانوش كيتوقعوا يتقصوا بهذه الطريقه. الا رجعت معك للفار حسن، هو انه اللقطه اللي مثيره جدل هي ضربه جزاء ديال
فريق الدفاع الحسني في الدقيقه 89 لو احتسب بهذه ضربه الجزاء اللي تقريبا اجمع عليها كثير من الخبراء كان ممكن ان الطاس ما غاديش يحتجوا على اعتبار انه كان ديجا الطاس بين قوسين استفدوا من امتياز ديال النقص العددي ديال الدفاع الحسني الجديد حتى استعملت في تقنيه الفار لو غتستعمل مره لصالح الاتحاد البيضاوي في 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 في, في الطرد ديال مصطفى شيشان وكان ممكن تستعمل ويحسن استعمالها في ضربه في اعلان ضربه جزاء ديال الدفاع الحسن الجديد لان هذه هي اللقطه اللي الدفاع اليوم تضرب على استنكاري واحتجاج الجمال المكرمي كيحتجوا لانه دقيقه 89 غتكون حاسمه وغتنهي هذا الجدل كله حول الفار ومن استفاد من الفار في اول تجربه ديالهم. انا عندي لك واحد السؤال نور الدين، انا صراحه بغيت نعرف واش ما محدينش الحكام شحال من مره يقدر يلجا للفار؟ الا كان الحكام غادي يلجا للفار مثلا 10 المرات راه في كل ديروا غير جوج دقائق، جوج دقائق راه غتزاد 20 دقيقه في عمر المباراه وغادي تولي الرتابه في المباراه واللعابه خصهم يعاودوا يديروا عمليه احماء جديده والمباراه ذاك الايقاع ديالها ما غيولي متقطع. ثالثا فهاد الشيء كلشي ما الجدوى من اللجوء للفار في كل مره، هذا واش هذا في صالح حكم ولا ضده؟ لان انا كنشوفه ضد الحكم اللي غيبقى كل القرارات ديالو يعيطوا ليه الغرفه ويقولوا ليه شوف راه ديك اللي صفرتي عليها راه ديال هادو، راه اللي غادي درتي ليه راه ديال هادو. اذا كنشوف انا بان كاين شي حاجه كاين فابا فات. لا شوف المباريات حسن ما كتشابهش، كاين المباراه اللي غادي تقدر تلعبها وما تمشيش للفار نهائيا، كاين الحالات الا ما مشيتيش للفار اكيد اللعابه غادي يقولوا لك الفار. دابا راه شوف انا تنقول لك كاينين المباريات اللي ما تمشيش للفار لانه ما فيهمش حالات اللي تتستدعي اللجوء للفار، كاينين المباريات اللي فيهم حالات كثيره. اذا دار الفار لاش دار الحالات اللي كتجاوز الحكام ف كيكونوا كما قلتي اللعابه كيقولوا له مشيو للفار نشوفوا الفار، كتعطي له غرفه المراجعه كيمشي للفار ثلاثه اربعه خمسه الله يكون في العون للحكام تيتجاوزوا بعض الحالات اللي ما تيشوفهاش. هذاك ضربه الجزاء اللي تعنت عليها الاسمو هي كاينه ولكن ما استطاعش يرصدها في الوقت ديالها، فغرفه الفار غرفه المراجعه عيطت له قالت له عاود راجع الحاله راجعها. غادي نرجع للحاله اللي قال سيمونير ديال ضربه الجزاء ديال اسمو، هنا الحكم كان قريب من العمليه الوقت اللي تسقط اللعاب تيقول لهم تيامر باتمام المباراه تيستمر في اللعب بدعوى ان ليس هناك خطا من بعد. وكان قريب اش نقول لك انا راه كان قريب لا غير بين الجدل اللي تقال عليه كان دائما قريب للعمليات. انا نقول لك على ان الكونديسيون فيزيك ديال الكزاز لا تناقش، كان قريب من العمليه في هذه الحاله بالضبط انه امر استمرار اللاعب بدعوى انه شاف هو انه ما كاينش خطا. غرفه المراجعه كتنادي له كتقول له عاود شوف اللقطه، مشى شاف اللقطه كون قناعه تامه على انه انا هنا غادي نخلي الحاله المسؤولين ديال اللجنه المركزيه والمديريه ديال التحكيم هما اللي غادي يفصلوا فيها لانه وقع فيها جدل كبير. ولكن هذه اللقطه سي حسن بالضبط وقف عليها بزاف الكزازي اللي حسبوا ليها الناس ديال جديده اطول مده قضاها الكزاز في المراقبه ديال اللقطات اللي تاروا اللي كانوا مثيره للجدل هي اللقطه ديال عبد الفتاح حدرف ديال العرقله اللي كانت في النقطه ديال البيلانتي ديال الطاس، لانه حسبوا لي بالكرهونو اطول مده بمعنى كيف قال سي نور الدين ديجا هما الناس ديال الغرفه ديال المراقبه عطاو واحد 50% ديال انه يعاود يعيد النظر مع انه فيها شويه ديال الشك، ولكن لماذا 40 اكثر من دقيقه تقريبا هو كيشوف وحتى ملي كان غادي في الملامح ديال الوجه ديالو مازال كيقول لعب عندك المنطقه ديك المثال المغربي ديال قال لي واحد الراس وقال لي واحد الراس اللي بان لي غادي بان ان في الملامح ما كانش عنده واحد القناعه ديال انه بيناتي. واخا رغم ذلك منير فريق الدفاع الحسني الجديد لم يكن في المستوى المنتظر، يجب ان نعترف بذلك. متفق معك سي حسن يعني باش ما نلقوش المسؤوليه كلها على الفار. كانت مسؤوليه ديال سوء تدبير المباراه من حجم نصف نهائي كاس العرش. دابا سقط هدف من الاهداف اللي كانت مرسومه مع المدرب بهادو الزاكي مع المكتب ديال الدفاع هذا الموسم، لان الموسم اللي فات كان الهدف هو تامين البقاء ولكن الزاكي ما كيلعبش مع افريقيا على اساس ينشط البطوله. من بين الاهداف اللي كانت هذا العام هو انه يلعب من اجل الفوز بكاس العرش والبطوله البوديوم يعني الثلاثه الاولين لانه مؤهلين للمنافسات القاريه. جوابا على السؤال ديالك سي حسن حتى باش ما نلقاوش كل المسؤوليه على الفار، فالدفاع الحسن الجديد لم يحسن تدبير مباراه كانت أسوأ مباراة من المباريات ديالو هذا الموسم. تخيل معي مفارقة غريبة، فريق نفس الفريق هزم الجيش بحصة 3-1 وكانت الحصة تكون أكبر
كل شيء عجبته التشكيله، ولكن امام الطاس كنشوفوا تشكيله مختلفه تماما، الى درجه ان اللاعبين اللي كانوا كيفتقدوا التنافسيه يتم الزج بهم في مباراه من حجم نصف النهائي. كنتكلموا على انس النيه اللي ملي جا مازال ما لعبش اساسي، واللاعب ديال اسفي وكان اللي كان كيلعب هو طيب ابو خريس اللي مصاب، وبالتالي ما اداش الدور اللي كان عطى الزكي، وبالتالي ضاع الزكي في شونجمون ولا قرناص من حسن حظ الزكي نلقى قرناص انه انجور بوليفانون اللي حل لي هذا المشكل. كنتكلموا على الشيشان اللي من بعد العمليه جراح الركبه هو جالس لعب 15 دقيقه ما جاش، ولكن فك القراصو الاساسي ريكي باقل تنافسيه هو، اذا كان مشكل ديال 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 اللي جا هذاك اريا دروا دو ميتي تماما، يعني نورمالمون يعني النيه كان المفروض انه يلعب كونتر جيش ملك، انما الاعمال بالنيات. انا غير نضيف واحد القضيه حسان اللي ما قالوا الاخ منير، ان من حسن الحظ انني شاهدت المباراه ديال الجيش الملكي وجديده في الرباط، كنت مشيت حضرت تما مع الاصدقاء، يعني بهرتني جديده بهذاك المردود الكروي ديال بعد ما كانوا منهزمين صخورة بحين ثلاثه، وكانوا كما قال منير يربحوا بخمسه ولا باربعه. فشنو قلت انا لبعض الاصدقاء؟ قلت لهم ان جديده غدا تتلاقى مع الاتحاد البيضاوي، وان كان انا ما غاديش نقلل من 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 الاتحاد البيضاوي، قلت لهم ربما تقدر تمشي للنهايه، والنهايه ربما تقدر كاع تفوز حتى بالكاس على هذا المردود اللي شت، ولكن المردود اللي بان لنا في نصف النهايه مخالف، يعني مخالف لا يرقى الى مستوى هذيك المباراه اللي شتنا. قضيه الاعداد النفسي كان اثير حولها الكثير، قالوا باننا جاهزون لمواجهه فريق من الصنف الثاني، وان اللاعبين تم شحنهم من طرف المعد النفسي للدفاع الحسن الجليلي، لكن اطوار المباراه كشفت العكس. علم ان الدفاع الحسن الجليلي الفريق واحد من بين 16 فريق اللي عنده معالج ديني مع الفريق قار في التدريب في الكونسنتراسيون ونوهت به الزكي ونوهت به الاداره ولكن شفنا اللاعبين طاس كانوا محررين نفسيا اكثر من اللاعبين الدفاع الحسن الجديد، من الناحيه النفسيه كانوا هم افضل، خصوصا كانت كتبان في ارضيه الميدان اللي كان عليه الضغط هو فريق الدفاع الحسن الجديد، واللي بين اكثر هو انه شوط كامل ديال فريق الدفاع الحسن الجديد اللي كان في جوله للنسيان، يعني اللي كان هذاك الريتم باش كانت غادي المباراه كان صالح الاتحاد البيضاوي، على عكس ان الدفاع ولا في صوره اقوى من بعد طرديه الشيشان، مع انه نفس اللاعبين، بمعنى ان الدفاع الحسن تاخر في مناقشات المباراه، دونك كان مشكل ديال تدبير المباراه من ناحيه تكتيكيه ساعات. طيب وصلنا الان للمحطه الثالثه والاخيره في جليسه الرياضيه، في المحطه الثالثه وكالعاده تدوينه مثيره للجدل، هذه المره تدوينه من الاتحاد الرياضي، الاتحاد البيضاوي طاس في زياره للزعيم الاتحادي اليوسفي. غادي نمشي عندك سي طلال، قبل ما يمشي الطاس لطنجه دار واحد الزياره ليوسفي المناضل اليساري، مشاو عنده للدار وكان وعدهم انه غادي يكون حاضر معاهم لدعمهم اذا تحسنت اوضاعه الصحيه، ربما الوضع الصحي لا يسمح له بالتنقل، ولكن كيأكدوا انه غادي يكون في وجده. والسي اليوسفي معروف انه متيم بحب فريق الاتحاد البيضاوي، وما هاد الدوينه كانت ربما على العربي الزاولي المؤسس ديال الفريق واللي ضحى بالغالي والنفيس في سبيل هذا الفريق، ولكن كيبقى سيليوس في مرجع ومعلمه لانه عنده بصمه في فريق الاتحاد البيضاوي، ربما رغم المرض ديالو كان جا تلاقى بهم ووعدهم انه غادي يساندهم وغادي ازرهم، يمكن ربما ما عجبتش بعض الافراد ولا شي حاجه، هذا شغلا. الحسنيه ايضا في النهائي ما كتبتوش بانها خصها هي خصها دير واحد الزياره لاي تيدر، وبالتالي غتكون هذه سابقه تصور تجمع واحد جوج مناضلين في النهائي، ويوسفي رجل دوله بسعيد اي تيدر تاع هو زعيم سياسي كبير، دونك كما قلتي حسن ربما دعوه مفتوحه لتقطوها نازل حسن تاكد حتى هما يعاودوا يعطيو الاعتبار لواحد كذلك من الرموز ديال المقاومه ديال في المجال السياسي اللي هو بسعيد اي تيدر. ما تفوتنيش واحد القضيه، وهضرنا على المباراه ديال الاتحاد البيضاوي الجديده، ولكن ما تكلمناش كثير على المباراه ديال اكادير مع بركان، ان الحكم اللي قاد هذيك المباراه كان في المستوى الكبير. انا ما غاديش نقول انتقادات لا، الحكم المسلك كان في المستوى صراحه، انجون لانه سلك الماتش سلك الماتش وكان في المستوى. كاين انتقادات من تطوان، داكشي علاش قلت لك رغم لا شوف
خسرتي ثلاثه يمكن تنتقد. انا تنهضر لك بالعين ديال واحد اللي دوز واحد المده في التحكيم، نقول لك على انه كان في المستوى. انا انوه بحضوره البدني، لان كيكون قريب حتى الحالات اللي اعلن عليها كانت كلها صائبه. يعني انا عجبني في القرار ديالو الانذار الحارس في ضربه جزاء، ثم الانذار الثاني في الحارس. هذا القانون، هذا تحركتي قبل ما تلعب الكره وخرجتي شويه كتعاد تسجلات، كتقبل ما تسجلات كتعاود وكتاخذ الانذار، خديتي الانذار الثاني تطرتي المباراه ديال اسمو من غير هذيك الحاله ديال اللي ناض عليها الجدل اللي كيقولوا فيها ضربه جزاء اسمو. كان الكزاز كان مزيان، ولكن كانت عنده حاله اللي غادا تبقى تراجع من غادا تبقى تفصل فيها اللجنه المركزيه والمديريه، ولكن عموما راه كانت القرارات ديالو صائبه الا الفرق غريبه بجوم عصبه الغرب. شكرا سي طلال، شكرا سي منير. وصلنا الان للنهايه ديال الحلقه ديالنا من برنامجكم كريسه رياضيه. نتلاقاو معكم غدا ان شاء الله في نفس التوقيت على نفس القناه بضيوف جدد مواضيع جديده. الى ذلك نحيي لكم مني ومن طاقم البرنامج اطيب المنى. الى اللقاء.